ثلاث حاجات لازم تاخد بالك منهم وانت بتستخدم السماعه الطبيه. واحد، لازم تعلم تلبسها صح. السماعه ليها اتجاه، ما بتتلبسش للجزء متجه للخلف بس بتلبسها لقدام كده اهو، وده مع اتجاه قناه الاذن الخارجيه. اتنين، لازم تتاكد انت بتستخدم انهي جزء في الاثنين، هل العريض الدايفراج ولا الصغير الكون. تتاكد ازاي؟ تلبس السماعه في الاتجاه اللي قلنا عليه، تخبط على الجزء الكبير مش سامع الصوت، يبقى كده الكبير مش شغال. تمسك من تحت تلف لفه، تسمع تكه، تخبط خبطه، سمعت الصوت. ثلاثة، لو عايز تسمع الصوت بوضوح اكتر، في الجزء بتاع الاير بيسز او القطع بتاع الاذن، في منها اجزاء سوفت واجزاء هارد. استخدم الهارد عشان خاطر بتماجنيفاي وتكبر الصوت.